الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مرحبا وأهلا بكم أحبتي المؤمنين في هذه السلسلة المباركة وفي هذا اللقاء الجديد بعنوان أحسن القصص أحسنه وهو من وحي الرحمن. قال سبحانه: ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. حديثي معكم يا أحبة في هذا اللقاء المبارك عن أول جريمة وقعت على هذه الأرض البسيطة بين ابني آدم وهما من صلبه. وفي ذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى في سورة المائدة، أي للنبي صلى الله عليه وسلم: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. في هذه الآية إشارة إلى أمر عظيم. الله سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتلو على الأمة نبأ ابني آدم وهما هابيل وقابيل. وهذان الاسمان لم أجد لهما نص صريح من الكتاب أو السنة، إنما هي من أخبار أهل الكتاب. هابيل قرب قربانا، ويقال أنه قرب أفضل ما لديه سواء كان من الماشية أو كان من الزرع. وأما قابيل فقرب قربانا رديئا لا يذكر، فتقبل الله عز وجل من هابيل. ويقال في شرع من قبلنا أن الله عز وجل إذا تقبل من العبد أرسل عليه صاعقة من السماء فيحرق ذلك الزرع أو تلك الماشية، فتكون علامة إلى قبول ذلك القربان. تحركت نار الغيرة ونار الحسد في قلب قابيل عندما تقبل من هابيل. والحسد يا أحبة داء عظيم، أكثر ما يحرق الحسنات هو الحسد، كما تأكل النار الحطب. ولذلك الحسد هو موجود في ابن آدم، لكن المؤمن يا أحبة والمسلم إذا رأى عند أخيه شيئا فإنه يبرك ويقول ما شاء الله تبارك الرحمن. لأنك للأسف تجد أن بعض من الناس عندما تجالسه وتسمع من حديثه تجد من فلتات لسانه وحديثه أن الرجل هو حاسد لك. ولهذا جاء في الحديث: لا حسد إلا في اثنتين. والحسد هنا ليس تمني زوال النعم، إنما هو حسد الغبطة. رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وأطراف النهار. فالشاهد يا أحبة أن الإنسان يستعيذ بالله من الحسد. ونحن والله نجد أن أكثر مشاكل المجتمع والأمراض الموجودة سواء كانت الأورام أو كانت المشاكل الأسرية أو العائلية تجد أن السبب الرئيسي فيها هو الحسد. ولهذا يقول عز وجل: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. وقال سبحانه في آيات: من شر حاسد إذا حسد. فالمؤمن يا أحبة لا بد عليه أن يبرك، وإذا رأى من أخيه شيء يسره أو يعجبه فليقول ما شاء الله تبارك الله. والأمثلة في مثل هذا كثيرة جدا. والعين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. العين تؤدي بالرجل إلى القبر وبالجمل إلى القدر. والعين حق كما جاء في الحديث: ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. والعين درجات، لعلنا نتكلم فيها في لقاء آخر. عين يعني قد تكون قاتلة، أو عين معجبة، أو عين حاسدة، أو عين ممرضة، أو عين، العيون تختلف لها درجات كثيرة. فالشاهد أن قابيل حسد أخاه فقال لأقتلنك. انظر، لأن الحسد هو درجات، هذا من أعلى درجات الحسد، أن يؤدي الحسد إلى القتل. قال لأقتلنك، فرد عليه هابيل بذلك الجواب الجيد لعله يهدأ، وقال إنما يتقبل الله من المتقين، أي أن هذا الأمر ليس بيدي، إنما هو من عند الله سبحانه وتعالى. فكأن الحاسد هو معترض على قضاء الله وعلى قدره. وفي هذه الآية قاعدة قرآنية: إنما يتقبل الله من المتقين.
ولهذا يقول أبو الدرداء: لو علمت أن الله تقبل مني ركعة واحدة لكان أحب إلي من الدنيا وما فيها. فالإنسان يا أحبة يحرص على القبول أكثر من الأداء، لأن القبول هو هد. نعم، الإنسان قد يعمل وقد يصلي، لكن لا بد أن يكون في قلبه يعني نوع من 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 الاشتياق إلى أن الله سبحانه وتعالى يتقبل. نعم، الإنسان يحسن العمل ويحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. ثم قال هابيل: لئن بسطت إلي يدك، يعني إذا مددت يدك إلي لتقتلني، ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب الجحيم. يعني أريد منك عندما تقوم بإثم هذا الإثم العظيم أن تبوء بإثمي وبإثمك، وتكون العاقبة لك وخيمة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول: كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. وقد جاء في الحديث الصحيح: ما من مسلمين يلتقيان بسيفهما إلا كان القاتل والمقتول في النار. فقالوا: يا رسول الله، هذا شأن القاتل، فما هو شأن المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل أخيه. فالأمر عظيم، ودماء الناس غالية، وكما جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لزوال الكعبة حجر أهون على الله من قتل نفس مؤمنة بريئة. بأي نفس تقتل هذه النفس؟ ولهذا جاء يذكر أن عثمان الذي تستحي منه الملائكة ابن عفان رضي الله عنه، وكان الخليفة، عندما خرج عليه الخوارج وتسوروا المحراب وأرادوا قتله، فأراد بعض الصحابة أن يدافع عنه، منهم عبد الرحمن بن صخر الدوسي أبو هريرة، فقال له عثمان: يا أبا هريرة، أتريد أن تقتل الناس جميعا؟ قال: وما ذاك؟ قال: إن قتلت منهم نفسا فكأنما قتلت الناس جميعا. فانطبق عليه هذا المثل العظيم، وهذا أمر عظيم أن يكون عبد الله المقتول، فكان عبد الله المقتول وكان شهيدا رضي الله عنه وأرضاه. عندما قتل قابيل هابيل احتار في أمره، لأنه لم يكن عنده علم بسنة الدفن، فبعث الله عز وجل غراب، والغراب يقال أنه من أذكى الطيور، فبعث غراب. بدأ الغراب يحفر في الأرض بمنقاره وبقدمه، ثم جاء بأخ له ميت ثم دفنه. فلما رأى قابيل هذا المشهد قال: يا ويلتا، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب؟ فبدأ بدفن أخيه، واستمر الندم في قلبه على هذا الفعل، على هذه السيئة العظيمة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها. وجاء في الحديث الآخر: ما من مسلم يقتل ظلما، أي من غير ذنب، إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، بمعنى كان عليه وزر لهذا الفعل العظيم. الفوائد يا أحبة من هذا الذكر العظيم: أولا نستفيد أن الإنسان لا بد عليه أن يستعيذ بالله من شر نفسه، وأن الحسد هو موجود في ابن آدم، يعني يقولون: ما خلا جسد من حسد، الحسد موجود، والإنسان لا بد عليه أن يقول: ما شاء الله تبارك الرحمن. وفي الغالب الحاسد هو معترض لقضاء الله وقدره، الفضل من عند الله والمال مال الله، وهذه الأجساد الجميلة وهذا الجمال إنما هو من عند الله سبحانه وتعالى، فكأن الإنسان يعترض على هذا الفضل وعلى هذا الخير العظيم. الأمر الثالث وهو من أهمها أن العمل الصالح لا يتقبله الله عز وجل إلا من المتقين، فالتقوى أمرها عظيم وشأنها كثير. ولهذا يعني أن الله عز وجل ذكر في كتابه العظيم في مواضع عديدة ومختلفة ذكر التقوى، وهذا مما يدل على أهمية هذا الفعل العظيم. قيل أن الله سبحانه وتعالى ذكر التقوى في كتابه في أكثر من 200 موضع. وأمر التقوى عندما كان أمره بهذا الأمر، كان عمر بن الخطاب يسأل أبي بن كعب، يقول: يا أبي، ما التقوى؟ وأبي كان من سيد القراء، فقال: يا أمير المؤمنين، أسلكت طريقا فيه شوك؟ قال أمير المؤمنين: نعم. قال: ماذا فعلت؟ قال: شمرت واجتهدت. قال: كذلك التقوى. فالتقوى يا أحبة تحتاج إلى تشمير، وتحتاج لا شك إلى اجتهاد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتقين، وأن يجعلنا من الذين يحسنون العمل، ومن الذين يتقبل الله عز وجل
عملهم. اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. هذا ما تيسر ذكره في هذا اللقاء المبارك. إلى لقاء جديد، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.